اهلا بكم، معاكم الدكتور هشام الشراكي. النهارده هنتكلم عن نزيف الانف، دي مرتبطه بدكاتره الانف والاذن والحنجر، بس احنا هنربطها هنا كنصيحه للاب والام في حاجه معينه. نزيف الانف ده يا جماعه ممكن يكون من ناحيه واحده او من ناحيتين. لو من ناحيتين بنخاف اكتر، بنترعب اكتر، يبقى المشكله بتبقى مرهقه لنا اكتر. ضغط المخ لو زاد، او ضغط البلاد بريشر، او ضغط الدم لو زاد، ممكن يعمل ده. فده ممكن يحصل مع الطفل العصبي او الانسان الكبير حتى العصبي، او في فتره فيها ارتفاع في درجه الحراره، يعني الدنيا حر قوي. لما بتطلع تنزل من نقطه واحده احنا بنرتاح نفسيا لحد ما بنحس ان الموضوع سهل، وبيبقى عنده شعورات الدمويه بيبقى احتاج لها كي، او محتاج علاج معين بنزود فيتامين كاف، لان الشعورات الدمويه بتبقى ضعيفه في النقطه دي قوي، من منطقه اسمها إلبس اريا، وبالتالي مع كحه مزمنه او مع ضغط عصبي او مع ارتفاع في درجه الحراره، او مع طفل او انسان بالغ بياخد املاح كتير، ممكن يحصل معاها ده. لكن لو في الاثنين لا، ساعتها بنحتاج اشعه مكثفه، بنحتاج اشعه مقطعيه على المخ، وبيبقى في ترابط ما بين دكاتره المخ واعصاب، انتوا عارفين ان مخ واعصاب، مع دكاتره انف الاذن والحنجره. وبالتالي دكاتره الانف والاذن والحنجره دول بيبقى لهم دور اساسي معانا، لان بيبقى في حاجه اسمها اورام، وفي حاجه اسمها بوليب في الانف والكلام من ده. احنا اللي عاوزين نقوله لو الموضوع سهل، روشته صغيره للام في البيت. لو ابنك حصل كده نقطه ونقطتين ما تخافيش، عرضيه على دكتور انف واذن هيساعدك ويقول لك الموضوع سهل وبسيط. ونصيحه مني ليكي، هتجيبي حاجه اسمها قشر رمان مجفف من عند عمو العطار، واخد الميه واغليها زي الشاي، واشرب ابني منها كل يوم. وبالمناسبه احنا بنتكلم على الانف، بالمره نزيف اللثه الاثنين محتاجين قشر رمان مجفف، ممكن اتمضمض بيه واشرب منه شويه، اسبوع واحد او اسبوعين هتحس الموضوع حلو وبقى كويس جدا، ان في فيتامين ك وفيتامين ك حلو لعمليه النزيف دي. دي نصيحه بسيطه لو الموضوع بسيط، لكن مش معنى كده ان مش هتعرضيه لدكتور انف واذن، لازم تعرضيه لدكتور انف واذن وحنجره. لو الموضوع طلع من ايد الدكتور انف واذن، دكتور المخ واعصاب بيتدخل فيها ساعتها لو الموضوع مرتبط بالمخ. وفي حاجه كمان ممكن يرتبط بالسيوله في الدم، فالموضوع شامل اكتر من طبيب. اتمنى لكم صحه وعافيه، الى اللقاء.